كتكومينيكا مع فعاليات فريق رجاء الرياضي انت كبير في النادي طبعا سفيان. خويا ايوه ما نكذبش عليك كل صغيره وكبيره كنعرفها في الرجاء. كنتواصل مع الدراري باقي لدابا مع الدراري كاملين كعزيز ريده انا يلا هضرت مع انس الصباح. كتفرج ماتشات طبعا يا كسفيان؟ خويا عرفتي شنو اللي موتيفاني قبل الفينال؟ نعم هو تفرج في الرجاء. ما يمكنش الماتش اللي داروا ضد بركان كيفرجوا الرجاء اللي كنبغيو. السلام عليكم الاصدقاء ومرحبا بكم في فيديو جديد كاملين كتعرفوا اللاعب سفيان الرحيمي لاعب العين الاماراتي واللاعب السابق ديال الرجاء الرياضي. فسفيان الرحيمي اللاعب المغربي لحق واحد النجاح مؤخرا لدرجه انه بدا من صفر مع فريق الرجاء الرياضي فلدرجه انه كذلك كان غير حامل ديال الكرات. فمن مكان الفقر غادي يوصل سفيان الرحيمي ويحقق مع نادي العين الاماراتي لقب كاس اسيا وابطال اسيا في هذه النسخه ديال هذا العام. فسفيان الرحيمي كيف ما كنعرفوا لانه لعب مع الرجاء ودوز واحد الحقبه ديال نجوم الرجاء اللي كان فيها وعطى فيها مزيد من التالق مع فريق الرجاء لدرجه انه غيدخل نادي العين باش انه يشري هذا اللاعب باش انه يستفد من الخدمات ديالو. من بعد سفيان الرحيمي غادي يلعب مع بزاف ديال اللعابه بحال نيمار وساهم باش انه يقصي بزاف ديال الفرق اللي كانت كتلمع بالنجوم بحال فريق النصر السعودي اللي كان النجم ديالو هو كريستيانو رونالدو. فشكون اللي كان كيقول على ان لاعب سفيان الرحيمي من معقل الرجاء الرياضي من درب السلطان من مدينه الدار البيضاء غادي يحاول على انه يبين كل المواهب ديالو باش انه يقصي بحال هذا فرق في كأس أبطال آسيا. فهذه بأنه ملحمة ديال النجاح ديال سفيان الرحيمي. فالمغاربة فرحوا لي كاملين ولدرجة أنه ما غاديش ينسى الخير ديال فريق الرجاء. فبزاف ديال الاستضافات غادي يحاول لأنه يبين لأن كان لفريق الرجاء دور مهم باش أنه يكون واحد من أهم اللاعبين اللي دازوا في مر الكرة المغربية ربما. لدرجة أن هذا اللاعب الشاب اللي ما كيتجاوز السن ديالو 30 سنة غادي يحاول على أنه يكون من بين اللعابة المتفوقين في المنتخب المغربي. لدرجة أن المنتخب المغربي غادي يحاول على أنه يستفد من الخدمات ديال سفيان الرحيمي من بعد ما الشعب المغربي يحاول على أنه يطلب بوجود سفيان الرحيمي. هذه ملحمة ديال اللاعب المغربي ربما نقدروا نشوفوا نجاحات كثيرة ومتعددة. ولكن سفيان الرحيمي من سولوه في واحد الندوة صحفية واش مستعد أنه يغادر العين ويمشي يشوف فرق أخرى ربما في العالم ربما في أوروبا وإلى غير ذلك. فإن سفيان الرحيمي يحاول على أنه ما يبينش الوجهة دياله وأنه مازال مستعد لأنه يلعب مع نادي العين وبأنه فرحان باش أنه يكمل معهم هذه المسيرة الكروية الحافلة. فاحنا عارفين على ان بزاف ديال الناس كتقول على ان فرق ديال دول الخليج فانها كتحاول على انها تهدم المسيره ديال بزاف ديال اللعابه كيف ما شفنا في اللعابه اللي كانوا واعرين وكيعطيو بزاف فاش مشاو للخليج ما بقاوش كيف ما كانوا. صواب عرضيه لابا سفيان يا رب التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا إلى جانب العين الإماراتي هو سر هذه الابتسامة العريضة على وجه المغربي سفيان الرحيمي. سبحان الله الحياة قصيرة. أنا كان عندي ها سوني تسمونه كنت ألعب به والله ما كان ولا واحد كان يعني ما كنت أدري أنني يوم من الأيام بيكون صوبي ويكون مدربي. سبحان الله هم فضل الله سبحانه وتعالى. قعدت مع مسؤولين كانت من أولويات تاعهم هي الآسيوية. يعني عجبني كان نسميه بالفرنسي بروجي مع الفارق العين. فسفيان الرحيمي واحد من اللاعبين اللي ما حاولوش ينكروا الخير ديال الفرق ديالهم. مدرسة الرجاء الرياضي كان عندها واحد دور مهم باش انها تكون واحد من اهم اللاعبين ربما اللي دازوا في نادي الرجاء الرياضي وكذلك في المغرب. سفيان الرحيمي تابع واحد المسيرة طويلة اللي غادي يحاول انه يبرهن على انه لاعب متميز ومتمكن في الكرة المغربية رغم المشقات اللي دوزها ورغم داكشي اللي دوز فانه بدا من صفر. أي سيدي بدا من الصفر وحاول أنه يطور راسه باش يولي واحد من اللاعبين المهمين. فمن لاعب واحد كيجمع الكرات وكيحاول على أنه يعنق متولي في الكرة باش أنه شزل واحد الهدف محسن متولي غادي يولي لاعب اللي كيجري من وراه محسن متولي من بعد ما سجل الهدف. فهذه بمحض ديالها واحد الرؤية ربما اللي مختلفة للحياة. فشنو كيبين لنا هادشي؟ كيبين لنا لأن الإنسان
فكغيره من أي واحد فيجب عليه أنه يتبع الحلم دياله. تبع الحلم ديالك في بزاف ديال الحوايج، ربما قدر يبان لك أنك ما تقدرش تنجح فيها ولكن غير كمل. وكان وراء طرد حارس الياباني، وكان قد سجل مع النصر وسجل ضد النصر وضد الهلال. فربما الحقبة اللي دوزها سفيان الرحيمي مع فريق الرجاء كان عنده واحد دور مهم باش أنها تنشر هذا اللاعب للعالم وتبين الموهبة دياله. فمن هذا الشيء كامل كيبان لنا على أن كاين ربما يقدروا يكونوا بزاف ديال اللاعب في البطولة الوطنية عندهم في رجليهم، ولكن مع ذلك الفريق ديالهم كيحاول على أنهم يقمعهم، ربما لأن الفرق في البطولة الوطنية ما كتشاركش في المسابقات القارية، فما كيكونش واحد الاختلاف ديال الفرق باش تشوفوا لعابة جدد يتشهروا ولو لعابة اللي واعرين من هنا لقدام. علاش؟ أنا كنشوفوا غير الرجاء ربما والوداد، وبعض المرات قدروا نشوفوا شي فرق أخرى. تفرج ماتشات طبعا يا كسفيان خويا، عاتي شنو اللي موتيفاني قبل الفينال؟ نعم هو تفرج في الرجاء. ما يمكنش الماتش اللي داروا ضد بركان كيفرجوا الرجاء اللي كان بغيو يهدي. شفنا الكرة، شفنا الأهداف واعرين، شفنا كل شيء في ذاك الماتش.